أهلا بكم في موجز لأهم وآخر الأخبار. أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي بدور الفريق الحكومي في الاجتماعات التي أفضت إلى التوافق على خطة تنفيذية لإطلاق سراح 181 محتجزا ومختطفا ومخفيا قصرا في سجون الميليشيات الحوثية. وأكد العليمي خلال لقائه رئيس الفريق الحكومي المعني بملف المحتجزين يحيى كزمان وأعضاء الفريق حرص المجلس والحكومة على لم شمل لكافة المحتجزين بذويهم وإنهاء هذه المعاناة الإنسانية التي طال أمدها، وشدد على دور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في المضي قدما لإتمام عملية التبادل المتفق عليها وفقا لقاعدة الكل مقابل الكل. وافقت الحكومة على طلب أممي باعتبار مطار المخا أحد المطارات المقرة لهبوط طيران الأمم المتحدة. وجه رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك وزارة النقل بمنح التصاريح اللازمة للسماح بتسيير رحلات طيران الأمم المتحدة إلى مطار المخا بناء على طلب الأمم المتحدة. من جانبه وجه وزير النقل الدكتور عبد السلام حميد الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بتنفيذ التوجيهات واستكمال إجراءات التنفيذ. عقد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي اجتماعا مشتركا بالإدارة العامة للشؤون الخارجية وفريقي التفاوض والحوار الوطني الجنوبي. وأكد الزبيدي أن القوى الإقليمية والدولية حريصة أكثر من أي وقت مضى على وقف الحرب وإحلال سلام دائم في المنطقة، وذلك من خلال عملية سياسية شاملة بمشاركة جميع الأطراف الفاعلة، منوها بأن ذلك يتطلب من الجميع بذل جهد مضاعف والانفتاح على كل القوى الوطنية لتقديم رؤية جنوبية موحدة تضمن حلا عادلا لقضية الجنوب. أكدت شركة الخطوط الجوية اليمنية استمرار رحلاتها الجوية من مطاري عدن وسيئون الدوليين إلى مطار القاهرة الدولي والوجهات الأخرى بشكل طبيعي ووفقا لجدول الرحلات اليومية المعتمدة. وقالت الشركة أنه يتم العمل بنفس الآلية السابقة بخصوص التقارير الطبية ما عدا المرافقين للوالدين بين الفئة العمرية من 16 إلى 50 سنة، فأنه يتطلب حصولهم على تقارير طبية. أما بالنسبة لليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ودول الخليج، فأنه يتطلب حصولهم على موافقة أمنية مسبقة أو تأشيرة دخول من البعثات المصرية بالخارج. تفقد محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي مجاري السيول والأمطار بمديريتي سيئون وتريم. ووجه المحافظ خلال زياراته التفقدية لمناطق وشوارع المديريتين ومواقع مجاري السيول، وجه مديريات المحافظة والمكاتب التنفيذية ذات العلاقة والأجهزة العسكرية والأمنية برفع الجاهزية ومساعدة المواطنين وفتح الطرق والشوارع المتعثرة. هذا الموجز للقاء.